هذا بيتها طيب يا الله. هون انا عند بيتها هنا تحت السماء طلعوا بس بنتين حاليا وهن بالمشفى مو مبين عنه شيء. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بحضراتكم من جديد وتفاصيل جديدة عن طيوبة أم البنات اللي قلب كل السوشيال ميديا في مصر وتركيا وسوريا وكل الوطن العربي. هل هي فعلا ماتت ولا لا؟ طب لو فعلا ماتت هي وبناتها وزوجها، ليه جسامينهم لحد اللحظة دي خرجتش من تحت الأنقاض؟ كل التفاصيل هتكون معانا النهاردة، وكمان هنحاول نجاوب على السؤال المهم جدا، ايه سر الحب الكبير اللي طيوبة ام البنات حاظت بيه على كل الوطن العربي وكل الناس بتحبها ومهتمية باخبارها جدا جدا جدا. كل التفاصيل هتكون معانا، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد، ويلا بينا نعرف التفاصيل. طيبة او طيوبة ام البنات عندها 6 بنات، اتولدت في مدينة حلب بسوريا، عاشت هناك واتجوزت هناك، ولكن للأسف مع الأحداث الكتيرة اللي حصلت في سوريا وأزمات الربيع العربي والثورات الكبيرة اللي كانت حصلت هناك، زوجها أخد طيوبة أو طيبة وطلع على تركيا علشان يشتغل ويعيش هناك، وبالفعل بدأوا يهتموا بحياتهم ويبنوا مستقبلهم في تركيا، وهي بدأت تساعد زوجها عن طريق إن هي عملت قنوات على السوشيال ميديا زي اليوتيوب والتيك توك، وبدأت تقدم عليها محتوى روتين، ولكن روتين بشكل مؤدب وبشكل محترم وبشكل راقي جدا. طبعا طيوبة حظت بشهرة على مستوى الوطن العربي كله، وكل الناس حبتها بسبب نظافتها، اهتمامها ببيتها، ببناتها 6، بزوجها، ومع ذلك مهتمية جدا بكل اللي بتقدمه للمتابعين بشكل راقي وبشكل محترم، علشان كده حاظت بحب كبير جدا في كل الوطن العربي. وللأسف الشديد مع الهزة الأرضية القوية جدا اللي حصلت في تركيا وفي سوريا، وتحديدا في تركيا في منطقة كهرمان، للأسف كان بيتها أو منزلها موجود هناك، ويعني هي كانت موجودة في الطابق الأرضي وفوقيها 7 أدوار أو 7 طوابق. مع الزلزال والهزة الأرضية القوية اللي حصلت دي، كل الطوابق اللي فوقيها نزلت على الطابق بتاعها أثناء ما كانت موجودة هي وبناتها 6 وزوجها داخل المنزل. طبعا للأسف الشديد كل الأنقاض وكل الحطام وقعت عليهم، وطبعا أودت بحياتهم كلهم وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى، ودي الحقيقة اللي الناس مش عاوزة تقولها كده بشكل صراحة. طيوبة وبناتها 6 وزوجها كمان انتقلوا إلى رحمة الله تعالى تحت الأنقاض وتحت المنزل اللي للأسف تحطم كله بسبب أو بفعل الهزة الأرضية القوية اللي حصلت في تركيا. طبعا ربنا يرحمهم ويصبر كل محبيهم. نيجي للسؤال المهم، ليه لحد اللحظة دي جسامينهم ما خرجتش من تحت الأنقاض؟ خلينا أقول لحضراتكم إن الأزمة والمشكلة كبيرة جدا في تركيا وفي سوريا، فهنا الحماية المدنية عليهم عبء كبير جدا إن هم يحاولوا يخرجوا كل الجسامين اللي موجودة تحت الأنقاض، مش بس جسامين طيوبة وبناتها وزوجها، فيعني هم مشغولين في حاجات تانية كتيرة جدا، ولكن دور طيوبة وبناتها وكمان زوجها جاي في الطريق. وبالفعل هم بدأوا يشيلوا الأنقاض طابق ورا طابق أو ورا طابق، والأدوار بيشيلوها واحد ورا التاني ورا التاني علشان يوصلوا للطابق الأرضي اللي موجود تحته طيوبة وبناتها 6 وزوجها. طبعا الموضوع صعب جدا، وهنا خلينا أقول لحضراتكم إن هم بقالهم تقريبا أكتر من 8 أيام تحت الأنقاض، فمستحيل يكونوا مازالوا عايشين يعني بصورة زي ما حضراتكم شايفين، صور صعبة جدا والأنقاض يعني متطبقة تماما على الأرض، فما فيش مكان للهواء ولا للشمس ولا للأكل ولا للشرب ولا لأي حاجة تماما، علشان حد يقدر يكون عايش تحت هذه الأنقاض بصورة كبيرة جدا على مدار الأيام دي كلها. فالمتوقع ان هم انتقلوا لرحمة الله تعالى، ادعوا لهم ربنا يرحمهم ويصبر كل محبيهم ويرحم بناتها الجمال جدا ما شاء الله، يعني ويصبر كل الناس اللي مهتمية بأخبار طيوبة وبناتها 6. بس يا ترى ايه سر الحب الكبير جدا من الجمهور العربي في كل الشعوب والوطن العربي بطيوبة وبأخبارها وبفيديوهاتها اللي بتنزل على السوشيال ميديا؟ ليه الحب الكبير ده على الرغم ان هي ما كانش بقالها كتير يعني على السوشيال ميديا؟ خلينا اقول لحضراتكم ان طيوبة في بينها وبين ربنا زي ما بنقول كده عمار كبير جدا، علشان ربنا يزرع الحب ده في عقول وقلوب كل الناس دي كلها ويدعو لها بالرحمة هي وبناتها 6
وكمان زوجها، فبالتأكيد أكيد يعني كان في بينها وبين ربنا كده سر وحاجات بتعملها في الخفاء محدش يعرف عنها حاجة، وهي دي سبب السر والحب الكبير اللي ربنا زرعه في قلوب كل الناس دي في مصر وفي العالم العربي كله. علشان كده بطلب من حضراتكم تنزل حالا دلوقتي، تنزل في التعليقات تصلي على رسول الله وتذكر الله وتدعي لهم بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يصبر كل محبيهم في العالم العربي كله، وربنا يحفظنا ويحفظكم. واللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. عموما دي كانت كل التفاصيل اللي كانت موجودة معنا النهاردة. حبيت بمنتهى الصدق والأمانة أنقل لحضراتكم الحقيقة الكاملة. هم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، مفيش أي أخبار عن خروجهم من تحت الأنقاض أحياء ولا حتى أموات، مازالوا موجودين تحت الأنقاض وبالتأكيد هيكونوا موجودين أموات. ربنا يرحمهم ويصبر كل محبيهم. شكرا ليكم، سلام.